هذا البرنامج برعاية مؤسسة أبو فاضل لجميع الحفلات، الشيف إبراهيم فاضل والشيف محمد فرحان. العنوان طماي السنبلويين الدقهلية. للحجز والتواصل على رقم 010092925589. هذا البرنامج برعاية أتيلي. أتيلي مدام سميرة لتفصيل جميع ما تحتاجيه. لو فرحك أو خطوبتك قربت، لو عاوزة تحتفلي بعيد ميلاد أو عيد جواز، محتاجة فستان ليكي أو لبناتك، سواريه أو حتى أطقم سرير، كل ده عند مدام سميرة. العنوان الميهي بالسنبلاوين. هذا البرنامج برعاية شركة أبو نغم لأعمال الألموتال، أحدث التصميمات وأجود الخامات بأساليب مختلفة وأسعار ومواصفات لا تقبل المنافسة. لسنا الوحيدين ولكننا الأفضل. رجب فتح الله أبو المعاطي. للحجز والاستعلام التواصل على رقم 010222864494. متولي علي متولي، استشاري الحقن المجهري والمناظير بمركز رويال بالمنصورة. العنوان السنبلاوين، شارع المطافي بجوار مركز الشرطة. للحجز والاستعلام 010-21-78-6100 أو 010-969-12-870. مساء الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان، مشاهدين برنامجنا حكايتي. لكل واحد فينا حكاية، وكل حكاية بتبدأ وليها نهاية، لكن النهاردة حكايتنا حكاية من واقع الحياة، حكاية كلنا بنعيشها، في ناس بتقبلها وفي ناس بترفضها. حكايتنا النهاردة عن الزوجة التانية. هل الزوجة التانية مودة ورحمة أم إنها نزوة؟ ستات كتير قوي بترفض الزوجة التانية وبترفض وجودها، بالرغم إن الست اللي هتكون زوجة تانية هي برضو ست. لكن حكاية إن الزوجة الأولى تتقبل وضع إن يكون في زوجة تانية، ده صعب جدا بالنسبة لها. لما هنتكلم عنها باستفاضة هنلاقي إن الزوجة التانية ممكن تكون كانت في وقت من الأوقات برضه زوجة أولى، لكن حصل ظروف وحصل انفصال. لكن هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الزوج اللي بيلجأ للزوجة التانية أو للزوجة تالتة أو رابعة العيب بيكون فيه هو ولا العيب في الزوجة؟
طب يا ترى انا قصرت في حقوقي كزوج؟ طب يا ترى انا قصرت في حقوقي كزوجه؟ انا قصرت في واجباتي؟ طب هنا السؤال، انا مسؤوله عن ان زوجي يتجوز عليا ويكون عندي زوجه تانيه؟ طب يا ترى الزوج في الحاله دي هيكون خاين؟ ده اللي احنا هنناقشه النهارده في برنامجنا، واستنى مكالمتكم معانا عشان نتواصل من خلال البرنامج ونشوف ارائكم معانا في موضوع حلقتنا الزوجه التانيه. طيب الشرع والدين قال مثنى وثلاث ورباع وان خفتم الا تعدلوا فواحده، وفي رجاله كتير ما بتقبلش ان يكون في حياتهم زوجه واحده، لكن في الغالب اغلبيه الستات بتلجا للطلاق لو حاله وجود زوجه تانيه. طب قبل ما الجا للطلاق انا فكرت اسال نفسي شويه اسئله، فكرت اعمل مع نفسي وقفه واقول انا غلطت ايه في حياتي، انا قصرت ايه في واجباتي كزوجه، ما زي ما انا ليا حقوق كزوجه انا برضو عليا واجبات. طب انا قمت بكل الواجبات دي وانا كزوج التزمت بكل الواجبات دي واديتها؟ طب السؤال هنا بتكرر تاني، انا اقدر اعمل ايه كزوجه اولى عشان اقدر احافظ على بيتي؟ مواقع السوشيال ميديا بتتردد فيها كتير قوي السؤال ده، في ناس كتير قوي بترفض وناس كتير تقول ان الزوجه التانيه دي زوجه خاينه، انها ازاي قبلت على نفسها انها تكون تاخد راجل من بيته ومن حياته ومن زوجته الاولى. بالعكس الزوجه التانيه ما هي الزوجه خاينه، ولا الزوج اللي بيلجا للجواز للمره التانيه هو زوج خاين. في اوقات كتير قوي اللجوء للزوجه التانيه بيكون ليه اسباب، اسباب راجعه للشرع، اسباب راجعه للدين، اسباب راجعه للعفه للعصمه، وفي اسباب تانيه للزوجه اللي بتلجا انها تكون زوجه تانيه راجعه لحياتها الاسريه. مجتمعنا المصري والشرقي بيرفض وجود ست مطلقه في المجتمع. طب في حاله رفض وجود ست مطلقه في المجتمع، الست في الوقت ده بتكون محتاجه ان يكون في راجل في حمايه، وفي عندنا مثل شعبي بيقول ظل راجل ولا ظل حيطه، في الحاله دي الست بتلجا للظل. طب في اوقات كتير قوي بيكون الظل ده يا اما يكون بالنسبه لها حياه جديده وشمس تضلل عليها، وساعات بيكون ليها مجرد ظل ملوش اي وجود. في ستات في بلدنا بتنزل تشتغل تصرف على بيت على اسره على اولاد على تعليم على لبس، في ازواج كتير قوي جدا في حياتنا بيهملوا زوجاتهم بيهملوا اولادهم بيهملوا بيتهم بيهملوا حياتهم وبيلجأوا لزوجه تانيه. طب المشكله هنا فين؟ المشكله في الست، يا ترى هي الخاينه ان هي خدت زوج من زوجته، ولا الراجل هو اللي خاين، ولا الموضوع اصلا مش موضوع خيانه؟ انا من رايي ان الموضوع مش موضوع خيانه، موضوع تقصير. انا كست وكزوجه قصرت في بيتي وفي حياتي وفي واجباتي وفي مسؤوليتي، وبالتالي حصل ان الزوج دوت لجأ لحياه جديده، لجأ ان هو يعيش حياه يكون فيها مبسوط مستمتع بيها. طب وفي الحاله دي لما عملنا مقياس لعدد الزوجات الزوجه الثانيه وعملنا استفتاء علشان نعرف عدد الزوجات الثانيه وعدد اسباب اللجوء ليهم لكون هم يكونوا زوجه ثانيه، فكانت الاسباب متعدده. اولا في ستات كتير قوي بعد الطلاق بتبقى حياتها صعبه جدا بسبب نظره المجتمع، وفي ستات تانيه لضيق الحال، وفي ستات تانيه عندها مسؤوليات واولويات والزوج ده اللي هيوفرها لها، وفي اسباب كتيره جدا متعدده بتخلي الزوجه تلجا انها تكون زوجه تانيه. بس للاسف مفيش زوجه تانيه بتكون موافقه ان يكون في حياه زوجها زوجه غيرها. طب انت اصلا زوجه تانيه ليه رافضه ان يكون وجود الزوجه الاولى؟ بالعكس في زوجات كتير قوي بيكونوا موجودين زوجه تانيه ويرفضوا وجود الزوجه الاولى، وده بيعتبر شيء من الانانيه، لان انت دخلتي حياتها خربتيها وغيرتيها واخدتي راجل كان مضلل على البيت، او هو بمعنى اصح هو الظل بتاع الاسره كلها، انت لخبطتي كيان الاسره دي ولخبطتي حياته، ولجأتي ان انت تكوني زوجه تانيه عشان تحلي مشاكلك، لكن ما فكرتيش في مشاكل غيرك، ما فكرتيش ايه الناتج السلبي اللي هيلتج على العيله دي او على الاسره دي، ما فكرتيش ان انت كده بتهدي بيت وبتهدي اسره وبتهدي حياه. بس بالتالي في ستات بتلجأ له لاسباب معينه، وفي اسباب رجاله بتلجأ لها خاصه للشعر. وبالتالي الشريعه بتقول مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع وان خفتم الا تعدلوا فواحده. اي زوج واثق من نفسه ان هو مش هيقدر يعدل في وجود زوجه تانيه ويوفر حياه كريمه للزوجه الاولى وللاولاد، فبالتالي هو مسؤول عن انه يكون في حياته زوجه واحده. لما عملنا الاستفتاء وجدنا ان اغلب الازواج اللي في حياتهم زوجه تانيه هما طبقه معينه من المجتمع، طبقه الاغنياء. طبقه الفقراء في حياتهم هي محدوده، او بمعنى اصح محصوره بان هما يكفوا بيتهم ويكفوا حياتهم، وبالتالي في زوجات كتير قوي بتكره ان زوجها يكون ماديا
مرتاح او في زياده في الماده بالنسبه له، بحيث ان هي خايفه ان هو يتجوز عليها. وفي ستات اصبح عندهم فوبيا ومرض خوف من وجود زوجه تانية في حياتها. وفي ستات تانية واثقه جدا من نفسها لو في زوجه تانية بتلجا للطلاق، وهو ابغض الحلال عند الله. لكن هنا تبدا السؤال اللي هنطرحه على مشاهدينا في الحلقه، ازاي احنا نقدر نحافظ على البيت وعلى كيان الاسره، وازاي نحافظ على وجود حياه مستقره وسليمه وامنه في ظل جو اسري سليم. وبالتالي هنا الو دوابة من اسوان. اهلا بيكي استاذه هدى. اهلا بحضرتك، ممكن اشارك في برايي يعني؟ اه طبعا تشرفني. حضرتك هو لو كل زوجة عملت اللي عليها واهتمت بأولادها واهتمت بزوجها وطلعت نشأة صالح، وهي كانت ست صالحة، حتى لو زوجها تزوج عليها حيرجع لها لأنه حيحس بأهميتها. لكن المشكلة ما تكون الواحدة مشغولة بهيافات الأمور، ومشغولة بالعداوات، ومشغولة بالخصوم بالخصومات، وتضيع نفسها وتضيع أولادها، وعايزة مع ذلك إن زوجها يستمر معها. فعلا استاذة هدى انا بأيد كلامك، وتراعي ربنا هيحفظ لها زوجها. هو فعلا كلام حضرتك صحيح جدا 100%، لان في زوجات كتير قوي في مجتمعنا دلوقتي لجأت لحاجات تانية خالص. اتفضلي. وحضرتك كمان في حاجة تانية، والزوج نفسه اللي عارف نفسه مش هيقدر يحافظ على الزوجة التانية ما يغامرش بولايا الناس. حضرتك يعني بتزوجي يا استاذة هدى؟ بولايا الناس انه يتزوج زوجة تانية ويكون غير قادر على حمايتها وغير قادر على انه هو يحقق لها ويظهرها امام المجتمع. مش كل واحد ممكن يتجوز تاني. حضرتك وفي نفس الوقت مش كل واحدة ان هي لا ما يتجوزش عليها، لا في واحدة مش عاملة لعيها. حضرتك متزوجة يا استاذة هدى؟ استاذة هدى حضرتك معايا؟ لازم كل انسان يشوف هل هيقدر هيعمل توازن، وهل هيقدر يعدل، وهل هيقدر يديها حقوقها ولا هيظلمها. فحضرتك يعني ده موضوع يعني نتمنى فيه التوعية المجتمعية، لأن فعلا يعني يا ريت كل واحدة تعمل اللي عليها عشان ربنا يكافئها. حضرتك ما تنشغلش بهيافات الأمور عن تربية أولادها وعن رعاية زوجها، وتدي لزوجها وضعه في البيت وفي المنزل، وتراعي اولادها عشان تطلع نشأ صالح ينفع المجتمع وينفع نفسه. شكرا لحضرتك. شكرا جدا للاستاذه هدى. حضرتك فعلا اشرتي نقطه مهمه جدا جدا، ان الزوجه لازم تحافظ على بيتها وتحافظ على حياتها وتوفر جو اسري سليم لوجود زوجها فيه، بحيث ان تفضل الحياه الاسريه كامله. حالات الطلاق عندنا في مصر ارتفعت جدا جدا بشكل مبالغ فيه، بقى عندنا نسبه مطلقات ونسبه عنوسه بشكل مبالغ فيه وشكل رهيب. طب ايه اسباب الطلاق؟ ايه الاسباب اللي بتخلي الزوج انه يلجا لزوجه تانية؟ ايه الاسباب اللي بتخلي الزوجه انها تلجا للطلاق؟ في زوجات في حاليا في المجتمع بتاعنا، غالبيه البنات اللي هم تحت سن ال 20 فيما فوق، بقت اسهل حاجه عندهم الطلاق. ضغوط الحياه ومسؤولياتها وصعوباتها خلتهم ان هم ما عندهمش فرصه للصبر، ما فيش مجال للصبر. اي مناقشه ما بين الزوج والزوجه في حصل فيها احتداد بتؤدي الى الطلاق. طب ليه احنا عندنا هنا المفروض يكون في وقفه، في توعيه، في ده دور الاهل، بدل ما كل ام تساعد بنتها انها تتطلق وتنفصل وانها تهدم بيت وتهدم حياه كامله مؤمنه فيها زوج وفيها ام وفيها طفل، وفي ناس كتير عندهم اكتر من طفل. طب احنا ليه نساعد في ده؟ انا كأم ليه ما اوعيش بنتي انها تصبر، انها تتحمل، انها تعيش؟ طب احنا هنا لما هنتكلم ان الزوجة من حقها انها تصبر وتعيش وتكمل حياتها، في ناس تقولك لا انا مصبرش، انا متحملش. في زوجات كتير قوي تقول كده، انا ليه اكون في ضغط نفسي وعصبي عليا في الحياة؟ ليه افضل دايما في لود؟ ليه دايما جو الاسرة بيصب عليا؟ بس الحياة مش كده، الحياة مشاركة لكل بنت مقبلة على الزواج، لكل زوج مقبل على الزواج. الحياة مشاركة. لو مش قد الجواز ما تتجوزش، لو مش قد المسؤولية ما تفتحش بيت. الو الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا دكتور محمد؟ انا عبد اللطيف درويش المذيع معاكي. انا حابب اقول لك يعني اهلا بيك استاذ عبد اللطيف. الموضوع اللي بتتكلمي فيه حابب اقول ان حتى المتصله كزوجه او كسيده يؤخذ برايها. النهارده مطلوب من السيدات الهدوء، مطلوب منهم يعني ازاي نخرج من ازمه الكورونا، نلاقي نسبه الطلاق ارتفعت، وده كان دليل على ان في هشيه في المجتمع عندنا. حضرتك يعني النهارده
انا بتكلم في ان لازم تكون الزوجه اكتر ادراك، لازم سواء الزوج يتزوج يتجوز مره ثانيه او هي الثانيه، لازم تقلل من طريقه المراه المصريه اللي زاد حجمها في السنوات الاخيره. شرفت جدا بمداخله حضرتك، وفعلا تعليق حضرتك في المداخله فعلا مهم جدا جدا، لان حاليا الزوجات ما بقاش عندها صبر، ما بقاش عندها قوه تحمل، ما بقاش في طوله بال للحياه الاسريه. محاكم الاسره استاءت منكم. الو، طب كان في مداخله تليفونيه وانقطعت. محاكم الاسره حاليا بقت مستاءه من كتر الاوراق ومن كتر الملفات ومن كتر القضايا ومن كتر ان الحياه الاسريه اتزلزلت في البيت المصري. عايزين يا بنات نحافظ على بيوتنا، نحافظ على ازواجنا. ارجوكم كل ام كل اب يحافظوا على بيوت اولادهم، يوعوهم، يعرفوهم ازاي الحياه تكمل، يعرفوهم ازاي الحياه تكمل، ازاي الحياه الاسريه تمشي بشكل سليم، ازاي ان احنا نقدر نكمل كاسره بدون اللجوء للطلاق. النهارده انتهى وقت حلقتنا معاكم، وهنتظر رسائلكم على صفحه البرنامج، وهنتظر تعليقاتكم، وانتظر آراءكم، سواء زوجة سواء زوج سواء أب سواء أم. بشكركم جدا جدا، وبتمنى ان كل أسرة رب الأسرة يحافظ عليها. بتمنى من كل شاب ومن كل بنت مقبلة على الزواج انها لو مش قد المسؤولية تحاول انها ما تدخلش مسؤولية الزواج طالما هي مش مستعدة ليها. بشكركم جدا جدا، وفي آخر حلقتنا السلام عليكم، ميرسي لكم.